هي الأنثى عندما تبدع. صانعات الحياة شكلنا رباعياً أنثوياً جمع تصاميم المجوهرات والموسيقى والشعر والفن التشكيلي. إناث من ضوء هن إناث صانعات الحياة، علامات فارقة في الحياة. الضوء هنا ضوء العطاء، ضوء الإبداع، ضوء الخلق. إحنا اجتمعنا لأن تجمعنا هالمساحة المشتركة. النساء اللي عندهم هشاشة، عندهم ضعف، عندهم انكسارات، خنوع، تاريخ القمع اللي حاق بالمرأة، احنا نساء، احنا ركزنا على القوة. قطع فنية تكمل واحدة الأخرى، حيث استلهمت مصممة المجوهرات مها السباعي تصميماتها من أشكال السيدات في لوحات الفنانة التشكيلية نجاة مكي. الفكرة هي أن الدكتورة نجاة مكي عندها توقيع تقريباً بكل لوحاتها، فيها الأنثى اللي موجودة بكل لوحاتها، واليوم هي عاملة تقنية جديدة، عاملة لوحات وتكوينات من الكريستال ومن الزجاج المعشق. من المجموعة استوحيت فكرة المجوهرات لنعبر عن حالات المرأة المختلفة، الأنثى بكل حالاتها لما الضوء بينزل عليها شو بتعكس، شو يعني نحن الضوء اليوم لما بينزل على أي شيء بيعطيكي لون مختلف، حالة مختلفة. هي الأمسية طبعا متمازجة بين الشعر والموسيقى والفن التشكيلي وتصميم المجوهرات، واعتقد أن الفن أبوابه مفتوحة، لازم نجرب كل أنواع الفنون، ويعني لما تكون هذه الفنون كلها تجتمع مع بعض يظهر الإنتاج أقوى. لكل أنثى حكاية تحكيها بريشتها أو أناملها أو تصدح بها بحنجرتها. أكيد المرأة وين ما كانت في إلى دور، يعني بأي مكان كانت هي الثقل دائما بالمرأة بما تقدمه المرأة، فما بالك إذا كانت الامرأة كمان مبدعة. فالإبداع هون الذكاء بأنه كيف يتفاعلوا بخدمة المجتمع، بتطوير، بإضافة شيء للمجتمع. إبداعات أنثوية متنوعة لكنها تشترك في تكريس الحضور الفني للمرأة، لا سيما أن القضايا النسوية تظهر في أعمالهن التي تخاطب المجتمع بلغة الجمال. لبرنامج اليوم على الحرة جمان العزاوي، دبي.